معنا اليوم هذا الكتاب القيم فوائد من شرح النووي على صحيح مسلم تقي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى ومعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى إعداد أستاذ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وهي نسخة مطورة ومنقحة وهي الطبعة الثانية من هذا الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع. هذا الكتاب حقيقة كتاب قيم ونفيس لما فيه من فوائد كثيرة من شرح النووي على صحيح مسلم، فوائد حديثية وفوائد عقدية وفوائد فقهية وفوائد متفرقة، فوائد مفيدة في شرح بعض الكلمات الغريبة وأيضا في بعض الأحكام النافعة وكذلك في بعض المعاني المفيدة. طبعا قدم كما ذكرت بعد تقديم الشيخ الجبرين والفوزان طبعا ذكر مزايا شرح النووي على صحيح مسلم وأطال فيها، وكما أنه ذكر المؤخذات على هذا الشرح، ثم ترجم للإمام مسلم رحمه الله تعالى وترجم للإمام النووي، ثم ذكر الفوائد، وهي حقيقة فوائد ما بين فوائد قصيرة وفوائد مطولة ولكن ليس بالتطويل المخل، كما هنا باب استحباب تحية المسجد وكراهة الجلوس قبلها، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين. هنا قال كما نحن في رمضان باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح واتفق العلماء على استحبابها، قولها رضي الله عنها فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة. في هذه الألفاظ فوائد، ومنها أنه يقال جرى الليل كذا وإن كان بعد الصبح، وهكذا يقال الليل إلى زوال الشمس وبعد الزوال يقال البارحة، فهي فوائد ما بين قصير وما بين طويل، وليس بالطويل طبعا الممل. فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه على هذه الفوائد القيمة. طبعا هو لم يذكر رقم الفائدة أو صفحتها، ومن أراد الفائدة يرجع لها يرجع إلى موضعها في الأصل ألا وهو شرح النووي على صحيح مسلم. فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وكتب الله أجره، طبعا الفهارس في آخر الكتاب. فمن أراد أن يطلع على هذه الفوائد القيمة مختصرة بلا خلل ولا تطويل فوائد شرح النووي على صحيح مسلم فليقتني هذا الكتاب القيم.